أيضا من أعظم مصالح الصوم المظنونة للمؤمن، وهي أيضا مصلحة أخروية، فإن المصالح قسمها أهل العلم إلى مصالح أخروية ودنيوية، إلى مصالح أخروية ودنيوية. فالتقوى، فتقوى الله عز وجل تشمل الأمرين، اتقاء المعاصي قد يكون آثارها مصالحها دنيوية، ولا شك أن لها أيضا مصالح أخروية. ومن أعظم مصالح الصوم، وهي مصلحة أخروية ينتظرها المؤمن لما فيها من زيادة الثواب والأجر، فإن هذا الشهر الكريم، وهو شهر كريم سيد الشهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع الله تعالى فيه من الكنوز من الأجر والثواب ما الله تعالى به عليم، ولا يستطيع المؤمن أن يحصيه. وفيه الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره في الثلاثة الذين استشهدوا، في الثلاثة الذين استشهد منهم اثنان ثم مات الثالث بعد فترة من الزمن، يعني استشهد اثنان والثالث بات ميتة في فراشه بعد فترة من الزمن، فرؤي في المنام قد سبق هذين الشهيدين، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ ألم يدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إنما بينهما، أي بين الشهيدين وبينه، لأبعد مما بين السماء والأرض. وحسبك هذا الحديث لتعلم فضل الله تعالى عليك إن أكرمك باستقبال هذا الزائر الكريم الذي سيأتينا بعد أيام قليلة.